السلام عليكم، معنا اليوم شرح جديد لطريقة حل مشاكل الويندوز وتسريعه، وذلك عن طريق موجه الأوامر. هيا لنبدأ. بداية، كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى قائمة ابدأ أو الضغط على زر ويندوز. سوف تظهر لنا القائمة، بعدها سوف نكتب CMD. سوف يظهر لنا موجه الأوامر، نقوم بتشغيله كمسؤول ثم نضغط على نعم. الآن كل ما علينا فعله هو كتابة هذا الأمر. نكتب CD ثم نضغط على مسافة ثم نضغط على سلاش، نضغط انتر. بعدها نقوم بكتابة هذا الأمر وهو SFC، ثم نضغط على مسافة ثم نضغط على السلاش، وكما تلاحظون هذه السلاش مختلفة عن تلك. بعدها نضغط على أو نكتب هذا الأمر وهو Scan Now. بعدها نقوم بالضغط على انتر، ثم كل ما علينا فعله هو الانتظار حتى ينتهي من عملية الفحص. وهذه الأوامر تجدونها في صندوق الوصف، تستطيعون نسخها ولصقها. هذه العمليات تؤدي إلى حذف تحديثات الويندوز العالقة أو الغير كاملة، وهي التي تتسبب بشكل أساسي في بطء النظام وبطء الإقلاع، وأيضا فحص النظام. هذه العملية أيضا تقوم بفحص النظام واكتشاف المشاكل والقيام بإصلاحها بشكل تلقائي. وعند الانتهاء من هذه العملية فقط قم بالخروج من البرنامج وإعادة التشغيل، وعندها سوف تجد الفرق وسوف تلاحظه بشكل واضح. هذا كان شرحنا لليوم، والسلام عليكم.